بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة الثالثة من البحث في شأن الدين السبئي أو الدين الشيعي. اليوم راح نشوف ما وجهة نظر الشيعة اتجاه أهل السنة وموضوع التقية. نبدأ بموضوع التقية. التقية موجودة حتى يعني لدى أهل السنة، والتقية إجازة لدى أهل السنة، يعني إذا المسلم شاف نفسه أنه في حالة خطر، خطر الموت، له الإجازة أنه ينقذ نفسه بأقوال غير صادقة. أما لدى الشيعة فالتقية ليست إجازة، التقية جزء من الدين وواجب، وتسعة أعشار الدين الشيعي تقية. التقية شنو يعني؟ ليش واحد يعني يجامل؟ التقية يعني كذب. فاللي دينه تسعة أعشار وكذب شلون تتناقش وياه؟ شلون تتفاهم وياه؟ وشلون ترسي على بر وتفتهم هو شنو موقفه؟ نسمع لدى الذين يدعون الاعتدال على يابا أهل السنة أخوتنا وكلنا مسلمين وكذا، لكن هل هذه تقية أم هذه حقيقة؟ ما يقولون شيء والفعل شيء، وما موجود في كتبهم أيضا شيء، وكل الأدلة تدل أنه الشيعة ليسوا فقط يكفرون أهل السنة، بل يعتبرون أذية أهل السنة عبادة، وإبادة أهل السنة شيء محمود. فراح أستعرض لكم أمور موجودة في كتبهم، ونستعرض لكم بعض سوالف علمائهم المعاصرين ومعلقينهم المعاصرين. وأريد أنصح كل الذين يتصورون أنه أكو جدوى من محاورة أو مناظرة هؤلاء الناس، اللي يعتبر دينه الكذب، وليس فقط أنه عنده رخصة للكذب، الكذب واجب، واللي يعتبر بهتان الطرف الآخر، كيف تتحاور وياه وكيف تتفاهم وياه؟ لأن أنت ما تدري أي كلمة تطلع من حلقه إذا كان كذب أو صدق. الكتاب مصباح الفقهاء السيد الخوئي. وأما هجو المخالفين أو المبدعين في الدين فلا شبه في جوازه، لأنه قد تقدم في مبحث الغيبة أن المراد بالمؤمن هو القائل بإمرة الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام وكونهم مفترضي الطاعة. ومن الواضح أن ما دل على حرمة الهجو مختص بالمؤمن من الشيعة، فيخرج غيرهم عن حدود حرمة الهجو موضوعا. وهل يجوز هجو المبدع في الدين أو المخالفين بما ليس فيهم من المعائب، أو لا بد من الاقتصار فيها على ذلك العيوب الموجودة فيهم؟ أما هجوهم بذكر المعائب غير الموجودة فيهم من الأقاويل الكاذبة فهي محرمة بالكتاب والسنة،
وقد تقدم ذلك في مبحث حرمة الكذب، إلا أنه قد تقتضي المصلحة الملزمة جواز بهتهم والإزراء عليهم وذكرهم بما ليس فيهم افتضاحا لهم، والمصلحة في ذلك هي استبانة شؤونهم لضعفاء المؤمنين حتى لا يغتروا بآرائهم الخبيثة وأغراضهم المرجفة. وبذلك يحمل القول عليه السلام: وباهتوهم كي لا يطمعوا في الإسلام. فأني ما دا أجيب شيء من جيسي، كل الأدلة اللي أقدمها أدلة موجودة في كتب السبئية وكلمات خرجت من أفواههم، وأترك الحكم لأولي الألباب. الكتاب الكافي الشيخ الكليني، الجزء الثاني. قال أبو عبد الله عليه السلام: التقية من دين الله؟ قلت: من دين الله؟ قال: إي والله من دين الله، ولقد قال يوسف: أيتها العير إنكم لسارقون، والله ما كانوا سرقوا شيئا، ولقد قال إبراهيم: إني سقيم، والله ما كان سقيما. الكتاب جامع أحاديث الشيعة، السيد البارو جردي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. قال: بما صبروا على التقية ويدرؤون بالحسنة السيئة. قال: الحسنة التقية والسيئة الإذاعة. الكتاب جامع أحاديث الشيعة، السيد بارو جردي. قال أبو جعفر عليه السلام: التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. الكتاب الكافي الشيخ الكليني، الجزء الثاني. قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمر، إن 9 أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين. الكتاب وسائل الشيعة للحر العاملي، عن المعلي بن خنيس قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا معلي، اكتم أمرنا ولا تذعه، فإنه من كتم أمرنا ولا يضيعه عزه الله في الدنيا وجعله نورا بين عينيه يقوده إلى الجنة. يا معلي، إن التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له. يا معلي، إن الله يحب أن يعبد في السر كما يحب أن يعبد في العلانية، والمذيع لأمرنا كالجاحد له. الكتاب وسائل الشيعة الحر العاملي، قال سيدنا الصادق عليه السلام: عليكم بالتقية، فإنه ليس منا من لم يجعله شعاره ودثاره مع من يأمنه، لتكون سجيته مع من يحذره. الكتاب الاعتقادات في دين الإمامية، الشيخ الصدوق: والتقية واجبة، لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم عليه السلام، فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله ودين الإمامية، وخالف الله ورسوله والأئمة. وسئل الصادق عن قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال: أعلمكم بالتقية. الكتاب وسائل الشيعة الحر العاملي، قال الصدوق: وقال الصادق عليه السلام: لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا. الجواب: التقية مناطها وملاكها الخوف من الضرر،
بأي مكان أنت تخاف من الضرر، سواء الطرف الثاني اللي قدامك كان كافر كان مسلم، إذا كنت تتخوف منه الضرر الإيذاء تقدر تسوي تقية وياه. يعني التقية الحقيقة هي إظهار خلاف ما يبطنه الإنسان. الشهداء الأقباط الذين سقطوا في المعارك وفي مواجهة إسرائيل ضمن الجيش المصري، حتى تعتبرهم شهداء أو لا؟ لا طبعا، لو مات على النصراني لا يعتبر شهيد. لا يعتبر شهيد. يعتبر شهيد. قول فصل مفتي. لا طبعا أنا بعتبره شهيد لأنه مظلوم وهو صاحب قضية واستشهد من أجلها، فهو بهذا المعنى هو شهيد. أنت من تكفر؟ أولاً أنا لا أكفر أحد أبداً. ولا تكفر أحد أبداً أبداً أبداً. ليس أنا لست أهل لست أن أكفر. أنت من تكفر؟ من هو الكافر برأيك؟ من لا يؤمن بالله فقط. نحن كفرة. ليش؟ حسب اللي بيقوله. نعم. لا أنا بتشكر على صراحته. لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم، وأنا أقول أن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة، أنا أقول أن الله أنا بقول باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. مزبوط وبتشكر على صراحته. الكتاب الاعتقادات في دين الإمامية الشيخ الصدوق. وقال عليه السلام: الرياء مع المؤمن شرك، ومع المنافق في داره عبادة. قال علي عليه السلام: من صلى معهم في الصف الأول فكأنما صلى مع رسول الله في الصف الأول. الكتاب بحار الأنوار العلامة المجلسي عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: ما من مولود يلد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته، فإن علم الله إنه من شيعتنا حجبه من ذاك الشيطان، وإن لم يكن من شيعتنا أثبت الشيطان أصبعه السبابة في دبره فكان مأبونا، فإن كان امرأة أثبت في فرجها وكانت فاجرة عند ذلك يبكي الصبي بكاء شديدا إذ هو خرج من بطن أمه، والله بعد ذلك يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. الكتاب كتاب الخمس الأول السيد الخوئي الصفحة 26. يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقا. الكتاب وسائل الشيعة آل البيت الحر العاملي جزء 29 الصفحة 133 عن أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام أن محمد بن علي بن عيسى كتب إليه يسأله عن الناصب هل يحتاج في امتحانه إلا إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما، فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب. الكتاب وسائل الشيعة آل البيت الحر العاملي جزء 28 الصفحة 217 عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. قلت: فما ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه. الكتاب عوائل اللآلي ابن أبي جمهور الإحسائي جزء 4 الصفحة 11 وروي عن الصادق عليه السلام أن الناصبي شر من اليهودي، فقيل: وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ فقال: لأن اليهودي منع لطف النبوة وهو خاص، والناصبي منع لطف الإمامة وهو عام. الكتاب مستدرك سفينة البحار الشيخ علي النمازي
الشاهرودي جزء 10 الصفحة 60. قال أبو عبد الله عليه السلام: مدمن الخمر كعابد الوثن والناصب لآل محمد شر منه. قلت: جعلت فداك، ومن شر من عابد الوثن؟ فقال: إن شارب الخمر تدركه الشفاعة يوما ما، وأن الناصب لو شفع أهل السماوات والأرض لم يشفعوا. ينيمون الإنسان الشيعي: نام 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 نام، لا تتكلم على أبو بكر وعمر وعائشة، ما يجوز، حرام، تقية، إلى آخره. وكأن حكم بني أمية موجود. يا عمي حكم بني أمية راح، ولا العالم تغير، كل شيء تغير في العالم الآن. اجهر بالحق، ارجع إلى الأصل. الأصل هو الجهر بالحق، لا القعود عنه. ما يفتهم، ما يفتهم. وكل شيء مذاقه طيب شيعي، ومذاقه مر ناصبي. الشيعي أفضل من أصحاب بدر وأحد والخندق، بل مطلقا بل أفضل من المهاجرين والأنصار. نحن جهزنا جيش إن شاء الله، سنصلي في الحرمين الشريفين إن شاء الله. لم أفهم هذه العبارة، ماذا تقصد بأنكم ستصلون بالحرمين الشريفين؟ هل سيغزو هذا الجيش الحرمين الشريفين؟ سنقضي إن شاء الله على النظام السعودي الكافر الملحد، وعلى كل الأنظمة التي تحارب الإسلام وتجهز شعوبها لمحاربة الإسلام ومحاربة النبي وتأييد إسرائيل وتأييد أمريكا. ما حكم من يترضى على أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة؟ كافر، مشرك، ملحد، زنديق، مستحق للعنة وفي نار جهنم إذا كان في غير ظرف التقية. وإن شاء الله في الحلقة الجاية راح نناقش العصمة لدى السبئية، وراح نستعرض كيف مفهوم العصمة لديهم جعل من دينهم شيء غير منطقي. وأرجو من الإخوة والخوات، وطبعا هذه شغلة أنا ما طالبها قبل، بس أنا دا لاحظ أنه أكو احتمال أنه البلاغات اللي تجي تقلل من انتشار هذه المقاطع، طبعا لأنه أكو بلاغات منظمة من الجيوش الإلكترونية السبائية اللي موجودة سواء هنا في أوروبا أو في العراق أو في إيران أو في الأماكن الأخرى. فأرجو منكم أنه تحطون لايك وتنشرون هذه الحلقة على قدر ما استطعتم. فأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.